جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد الجيش الملكي المغربي بالمواقع التالية: قصف عنيف استهدف قواعد العدو في منطقة عظيم مجلود بقطاع أوسرد مرتين متتاليتين. قصف مدمر استهدف قواعد الجنود المتخندقة أو جنود العدو المتخندقة في منطقة تانوشات قطاع المحبس. قصف شديد على تخندقات العدو بمنطقة روس الصبط بقطاع المحبس. قصف قوي بمنطقة روس تاراجانت قطاع حوزة. وقصف عنيف استهدف قوات